السلام عليكم، أهلا بكم ضمن جولتنا بين سطور الصحافة الوطنية. ونبدأ جولتنا في قراءة مواد بعض صحف نهاية الأسبوع من أخبار اليوم المغربية، التي قالت أن حزب العدالة والتنمية قرر خلال اجتماع للأمانة العامة للحزب برئاسة السيد بن كيران تكوين لجنة للتفكير في الصحراء برئاسة عبد الله باها وزير الدولة، كما يوجد ضمن عضويتها برلمانيو الحزب المنحدرون من الصحراء، إضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة العامة مثل خالد البرقوعي وعبد العالي حامي الدين، مضيفة أن تطورات الأحداث حول الصحراء دفعت الحزب إلى خلق اللجنة المذكورة، رغم أن الفكرة قد تم التداول فيها منذ مدة ولم تنفذ. وإلى يومية الصباح نقرأ أن الشرطة القضائية بالقنيطرة أجرت أبحاثا وتحقيقات مع شخص ينحدر من مدينة سلا، تم إيقافه للاشتباه في امتهانه النصب والاحتيال بانتحال صفة كولونيل رفقة خليلته قرب قصارية وادي الذهب بمنطقة الساكنية، مضيفة أن الكولونيل المزور كان يدعي صداقته مع وزراء البي جي دي، وأن ضحاياه من حملة الشواهد والفتيات يعيدهم بالتوظيف في الأمن والدرك والجيش وعدد من الوزارات. أما يومية المساء فقد كتبت أن حالة من الاستياء تسود داخل الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسبب غياب عدد من برلمانيي الفريق، في مقدمتهم إدريس لشقر الكاتب الأول للحزب والحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية وعبد الواحد الراضي الكاتب الأول الأسبق عن مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2014 خاصة على مستوى اللجان البرلمانية. ونختم جولتنا بجريدة الأخبار، والتي قالت إن محكمة الجنايات بسلا قضت بنقض حكم الإعدام الصادر في حق أحد الأشخاص وتحويله إلى 15 سنة سجنا نافذة، وأن محكمة النقد قد أصدرت بدورها شهر يوليوز الماضي قرارا في الملف 26-30-13 يقضي بقرار بنقض القرار الصادر عن استئنافية سلا والقاضي بإعدام المتهم حمو حساني. مني إليكم أطيب المنى، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.